وغيكون تسونامي نعوم انا، انا كنجي خاصني نشوف بعيني شي طبيعه اللي زوين. تسجيل تمارين إصابة جديدة. ما قنطيش أصاحبي، قنطة خير عينا بالتليفون عينا بالمبحث. شفت واحد تعويدة عن تزلو عن سافرة عبر الزمن، حنا مش نصيف مش نطمح. تفكر أيام ما تصاحبي مي كنا في تيطوان وفي عين الشيطان نرجعو للور. أنا بغيت أخويا ترجع الله يسير ونحط تليفون. شد شد في شد سير مزيان. أنا واحد جوج ثلاثة. السلام عليكم، واش العشرين؟ صباح الخير عليكم. دابا راه شي 11 ونص اليوم، راه جينا للبارحة قلنا لكم في الفلوق غنجيو لواحد البلاصة زوينة غتكون مفاجأة. هاد البلاصة شو سميتها أيوب؟ هادي سميتها العين الزرقاء. عين الزرقاء هاد البلاصة هادي بالضبط اللي جا لتطوان وما جاش ليها، راه بحال اللي ما جا اللي ما جاش لتطوان. أويا شو راه ما نضربش شو شو واعر. أقسم بالله الأوريكا ديال مراكش، ديال مراكش أقسم بالله حاجة زوينة. ودابا حنا جينا بكري والناس باقين يلا عاد تيدخلوا. يعني هاد البلاصة تعمر بالصحة تعمر، ولكن واحد المنظر اللي خيالي واعر، واحد الفيو اللي خطير. كاين بيسينات هنايا، الماء بارد. وباقي دابا ما عندنا ما والو، حنا عاد نشوفوا البلاكي داير بعدا نقلبوا على الخبز. ما تنساوش لعجبكم الفيديو دير واحد لايك وواحد ابوني الناس الجدادين. حاجة ناضية والله ما كنقولش هذا. المهم انتم ما تتابعوا معنا الفلوق، اي حاجة تسالينا اي حاجة شفناها انتم ما تشوفوا معنا. باش لا بغا كيما قال بغا شي واحد يجي لهاد البلاصة تنقول ليها اجي لي والله شي حاجة. الدراري بغيت تسالطوا المهم الخوت احنا انتم ما تشوفوا معنا هما الدراري كيتزاوطوا من هنا شي حاجه سطيه ديال بصح شي حاجه زوينه. وتنتمنى بصح اي واحد اللي باغي يتسارى ولا يدوزكم يجي ديالو لهادي يجي لهاد البلاصه العين الزرقاء شي حاجه بشكل. لا بصح الاخوان شي حاجه واعره هاد البيو. انا دابا طلعنا تنقلبوا على الخبز باش نوصل لوقت الغدا نتغداو حيتاش هنايا جايبين ناصرين كلشي هنايا فطرنا هنايا وغادي نتغداو ان شاء الله ونعومو وداكشي وفي الحشي نمشيو في حالنا. في غادي المهم الخوت انا غادي نجيب الخبز شو ديرنا داخل دوخ خاصنا نجيبو الخبز ديالنا باش نتغداو. الخبز الخبز الخوت راه يلاه جا انا نمشي بالعجله. انتم ما تشوفوا معايا وحده سخونه من الصغار. المهم العشرين انا الخبز لقينا الخبز وشو الخبز هذه وحده اللي تصايب بين الوالده كما قدرت تاكلها فاطور هنا وحده ب 10 دراهم يعني شريت جوج ب 20 درهم يعني هنا عاد تجي تسارى ولا خصك تجيب معاك فلوس حاح. حنا دابا غنشوفو نعوم. شوفو نعوم وحنا غندخلو نعوم وانتم غتبعو معنا المراحل. مراحل تصايب كيكه في سنين اللي كيعوموا فيها في الكلاب فيها.
راه قصد برجلي لاكلاص الثلج وماكلاص باش تي هنا تدير واحد تتعمر قرعه ولا شي حاجه تولي بالحباب بحال جابدها من الفريكو ديال التلال وحق الله يسلطك على نعوم. واخا شوف انا راه قلت لك في هذا الفلوق الاول واخا يكون تسونامي على نعوم انا ملي كنجي خاصني نشوف بعيني شي طبيعه اللي زوينه وداك الشيء اللي بيخص عليها الملايين باش يشوفها عاد انت ملي كتحاجه اللي في بلادك ما تمشيش تشوفها شوما الناس تمشي لاوروبا تشوفوا بلايص اخرين في اوروبا باش يتمندر. حنا عندنا البلاد عندنا هنا زوينه في اي حاجه زوينه من هاد البلاصه راه هي احسن حاجه انا بانت فيها. لو دخلت عم باش نصورك والمهم انا تصورني اه المهم احنا ندخل نعوم انتريد له شويه انا ونضحكوا معاكم ونكملوا معاكم الفلوق وتنتمنى لعجبكم هاد الفلوق ضروري تبارطاجيوه مع اصحابكم وديروا لايك وابوني اهم حاجه الدعم ديالكم انتوما ما كلمكتوش انتوما راه حنا ما كاينين لا بيكم حتى شي حاجه يلا. المهم العشرين انا ندخل ونشوف الماء راه قال لك لا كلاص احنا نشوف الدعوه تابعوا معي كلاص وشي عندك معك سنتار لا عاد واش حال بير خالتي تموت لا ما شفناش حتى الحوايج ها ما المهم العشرين حنايا دابا يقول راقيلا شي الوحده بحال هكا دابا واقيلا قربنا نتغداو المهم سلافريكا المهم نتمناو الفلوق يعجبكم راه باقي نكملو لكم الفلوق. انا والله ما كذبش عليك دخلت راه باقي دابا في المو ديال البطاطا نقصقص كل انا شفته هو مع شي شويه انا عمت شويه ومع الماء بصح لا كلاص بحال في الثلاجه المهم الاخوان قربنا نساليو النار ديالنا غادي يسالي الفلوق ديالنا في هاد البلاصه غادي دابا نعمرو الماء نعمرو الماء وغادي نلبس حوايجنا ونشوف حالنا. دوزنا نهار واعر مع السيمو عامنا وهذا نيت اخر نهار عندنا في تطوان
قررنا ندوزو هنايا واش بارطاجينا معكم هذه الحاجه الواعره اللي هذه البلاصه اللي زوينه اللي فيها واحد المناظر كيف ما شفتوا واعره خاصكم تجيو تزوروها. اش بان لك السي؟ لا شنو رايك في البلاصه؟ البلاصه زوينه وبصفه عامه تيطون كلها زوين. لا حتى كاين هاد البلاصه هي اكثر. لا البلاصه كاين شي حاجه زوينه وكيجيو ليها الناس من بلايص باه. المهم حاجه زوينه كلشي فيها زوينه. اي واحد بغى يدوز عطله ان شاء الله العام الجاي يجي يدوزها في هاد العين الزرق. كيف شفتوا وريناكم مع كامل كي دوزناه انتم شفتوا النهار اللي دوزناه دوزناه معكم عشناه معكم احنا عمرنا الماء. المهم الخوت نتمنى يعجبكم هذا الفيديو مزيان بارطاجيوه مع اصحابكم لايك 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 تهلاو معكم السيمو ايام.